هو الذي اكتشف الاستدلال المنطقي والمقدمات والنتائج التي تستخلصها منها. لكن الاستدلال المنطقي مليء بالمغالطات، مليء جدا بالمغالطات. يعني أنا ممكن أقول أجيب استدلال منطقي، يعني أجيب مقدمات من عندي بدون أي إثبات، وثم أستخرج منها نتيجة في الأخير، وأحاول أن ألزم بها الخصم الذي أمامي. هذه إحدى يعني أشهر المغالطات المعروفة، يعني حتى في مناظر ما بين ويليام لين كريغ ولورنس كراوس، وويليام لين كريغ حاول أنه يعني يستفيد من قصة الاستدلال المنطقي، فرد عليه لورنس كراوس قال الاستدلال المنطقي عبارة عن مغالطة منطقية، أنا أستطيع أن أعطيك استدلال منطقي الآن أنه الحيوانات، المقدمة الأولى، الحيوانات تمارس المثلية الجنسية في الطبيعة. ويليام لين كريغ حيوان، النتيجة ويليام لين كريغ يمارس المثلية الجنسية في الطبيعة. قال له ايش رايك بالاستدلال؟ طبعا هي كانت نكتة يعني، مش لكن حاول يبين له انه يعني حتى الاستدلالات المنطقية هذه تقع في اخطاء قوية جدا. وانا استطيع اعطيك ايضا استدلال منطقي الان مليء بالمغالطات، لكنه لا تستطيع ان تنقضه منطقيا، كبناء منطقي لا تستطيع ان تنقضه. يعني مثلا يقول لك الاشياء الخالية من الدوافع الأنانية هي أشياء جيدة، أي شيء خالي من الدوافع الأنانية شيء جيد. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، الانتحار شيء خالي من الدوافع الأنانية، النتيجة الانتحار شيء جيد. لا أحد يستطيع أن ينقض هذا الاستدلال المنطقي منطقيا كبناء منطقي، لكن في الأخير النتيجة خاطئة طبعا. لا أحد يعترف بأنه الانتحار شيء جيد. وبالتالي ما تقوليش إن كل ده ذاتية، كل اللي احنا بنتكلم ده عليه إن هي حاجة ذاتية وبتاع. لا، احنا قادرين نأثر على الطبيعة. ناس بتتكلم على سلاح حرب اللي ممكن يأثر على تأثير وحدوث زلزال، جاي يقول لي لا ده اصلا ما فيش طبيعه، انا هشكك اصلا في ام العالم الطبيعي ده، شيء في منتهى العجب. بيقول لي الحيوانات تمارس المثليه، ويليام بلينج يعني مغالطات، الحيوانات تمارس الجنسيه، ويليام بلينج كريج حيوان، اذا ويليام يمارس المثليه. مين قال عشان البتاعه دي تبقى صح لازم يبقى الاول حاجه كل الحيوانات تمارس المثليه؟ لكن هل فعلا ده صح؟ الجواب لا، ليست كل الحيوانات تمارس المثليه. وبالتالي تعميمك لازم في الاول كل الحيوانات تمارس المثليه، هل ده موجود؟ الجواب لا، ده اصلا استثناء، المثليه استثناء حتى في المجتمعات، نسبه تبقى ممكن 5% او اقل هي اللي بتمارس المثليه. فعشان يضرب في الاستدلال المنطقي يقول لك يعمل مغالطه منطقيه ويطلع استنتاج غلط. برضو اي شيء خالي من الدوافع الانانيه شيء جيد، الانتحار شيء خالي من الدوافع الانانيه. مين قال ان الانتحار خالي من الدوافع الانانيه؟ الانتحار هروب من المسؤوليه. احيانا اللي بينتحر ده بيبقى عنده اسره، عنده ابناء، لكن هو بيفضل ان هو يستسلم، يرمي كل ده ويموت نفسه، زي الشخص اللبناني الشاب اللي عنده 35 سنه وزعلت عليه من فتره، موت نفسه عنده اطفال. ازاي تقول الانتحار شيء خالي من الانانيه؟ بالعكس، الانتحار هو شيء كلي الانانيه، خصوصا لو هذا الشخص عنده اسره بيرعاه. فطبعا برضو تعميم، برضو لو كل حالات الانتحار خالية من الأنانية إذا الانتحار شيء جاي، لكن دي مش موجودة في المقدمة الثانية، وبالتالي استدلالك غلط. فالاستدلال المنطقي